دائما تشيد يعني في ابو حمود النائب سلم البراك. نعم. انا سؤالي لك يعني طبعا ابو حمود هو من الشخصيات الوطنيه اللي نعتز فيها ونقدرها، لكن يمكن نختلف فيه في جانب، يعني انا واحد من الناس اختلف فيه في جانب في خطاب كفى عبثا، هذا كان جانب انا يعني انا مؤيد للخطاب كفى عبثا يعني مليون كل واحد راي، لكن يبقى ابو حمود شخصيه وطنيه وشخصيه رائعه ويعتبر يعني حاله فريده للامانه كنائب في البرلمان يعني سابقا، ونتمنى ان شاء الله الكل ينخرط في العمل السياسي. لكن ماذا أنا سؤالي لك يعني ماذا يعني لك مسلم البراك كنائب ورجل سياسي؟ يعني أبو حمود أكبر من أن أنا أقيمه، ولكن اللي يسمح لي أبو حمود كشاب مواطن متابع يعذرني أن أبدي رأيي المتواضع فيه. أبو حمود رمز لمكافحة الفساد وسراق المال العام، وهناك اللي تكلموه اليوم يقول لك سوى، ومن كم واحد دخل النيابة وكم واحد على كلام كنا محمود يحارب سراق المال العام أو الفاسدين. أنا بقول لك محمود عود من حزبه، وهو شخص من بين 50 عضو، ولكن تعال كلمني بالفترة ما قبل مسلم البراك والسرقات اللي صارت وسراق المال العام والناقلات والاستثمارات، هل دخل فيهم أحد السجن والحوكم؟ يبقى مسلم البراك علامة فارقة في تاريخ السياسة الكويتية وفي تاريخ البرلمان الكويتي. نعم. وجاحد من ينكر دور مسلم، حتى لو تختلف معها، جاحد من ينكر دور مسلم البراك في محاربة الفساد ومحاربة سراق المال العام. رأيك في الحكومة المنتخبة والمطالبة اللي طالبون فيها المعارضة الآن في حكومة منتخبة؟ ما في شيء، هم بالنهاية مطالبتهم غير واضحة. أنت لما تقول لي حكومة منتخبة، أنت في عندك 4-5 خطوات سابقة لهذا المطلب. تعديل الدستور، قرار قانون الأحزاب، والأمور هذه هي أنا أشوفها من وجهة نظري هم قاعد يطالبون فوق عشان يأخذون الحد الأدنى، وهو يطالب بالحد الأعلى ليحصل على الحد الأدنى. رأيي أنا في الوضع الحالي اللي احنا فيه، هل المعارضة لديها مشروع؟ إلى هذه اللحظة لا. أي ما عندها مشروع إصلاحي إلى هذه اللحظة. نسمع عن كلام أنه في توجه لإقرار مشروع بناء الدولة والكلام اللي قاعد يصرحون فيه، ولكن ما زال كلام، شيء على الورق محطوط ما في. باعتقادك ليش تراجع الحراك مشاري؟ ما تراجع. الناس وصلت إلى مرحلة تعبت، صار في تعب، صار في إرهاق. أنت اليوم شباب، هذه بالنهاية طاقات لك حد. أنت اليوم لما يدخلون برزقك وتنسجن عاد في الكويت ما يعني لا صارت. ليش صارت؟ يعني عطنا مثله يعني ليش راشد يعني في واحد راح شاهد على الحكومه وداوم في دوام يا سيدي الفاضل راشد العنزي الى هذه اللحظه طلع بعفو اميري حكومه لا طلع بعفو اميري زي. الى هذه اللحظه لا هم راضين يوظفونه يردونه وظيفته، هو كان يعني هو كان موظف وزاره الاعلام، لا هم راضين يحطونه، لا هذا ما له شغل، لا خليني اقول لك الحين لا هم راضين يخلونه يداوم يباشر عمله يقدم استقالته وهم خلينا يستقيل، شنو مطلوب منه يسوي؟ يعني وظيفته ورزق الناس هذا يجب هذا أن يعني هذا, هذا مثال على ناحية. ان شاء الله هي حالات فرديه ونتمنى ان شاء الله انصاف يعني كل شخص في هذه القضيه وفي هذا الموضوع. احنا وصلنا للنهايه.